الركن الأول من أركان الإيمان. إنسي من الأصى إيمانسته. أن تؤمن بالله. أتنا أسقط الله سبحانه وتعالى. كيف نؤمن بالله؟ متى نؤسكم بالله؟ نؤمن بالله بأن نؤمن بأنواع التوحيد الثلاثة. نؤسكم هنال نهي كل من توحيد الأصى. ونؤمن بوجود الله ولا ننكر وجود الله. يؤسكم بالله سبحانه وتعالى أولا مثلا إمك كي اللسيدة. ما هي الأدلة على وجود الله؟ ميكا أنسطوري استدت الله سبحانه وتعالى أولا مصا. الأدلة على وجود الله كثيرة جدا. الله سبحانه وتعالى علم الصاء والطليون. يمكن أن نجمع هذه الأدلة في أدلة أربعة. الأول العقل. يستحيل أن يأتي إنسان عاقل غير مجنون وينظر في هذا الكون البديع في السماوات في الأرض في الشمس والقمر إلا ولا بد أن يثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. إيمان يكون ترفة يلون أيبوت كن هن قطص أمبر لين قطص أورين كن طايفا ما لما بود لما لون بزت كود نين إيمان يكون أيفولين هنكلا هن أي voi muuta mitään muuta todistaa kuin että näillä on näillä luomisilla on luoja. الدليل الثاني. طيران تونست. الحس ما هو الحس؟ أنت الآن تكون في كرب وشدة في مصيبة. تدعو الله تقول يا رب فرجها تجدها تنفرج. هذا دليل محسوس شعرت به. رأيت بعينك أن الكربة وهذا الأمر والضيق انفرج وذهب عنك. Toinen todiste on, että sinulla on esimerkiksi ongelmia, sydäntä painaa, sinä nostat käsiäsi, palvot ja Allah helpota minulle. Sä huomaat ja tunnet ja näet, että ne asiat ja ne ongelmat, mitkä sinulla oli, ne lähtivät. Naam, الدليل الثالث. Kolmas todiste. الفطرة كل مولود مفطور مخلوق على وجود الله على أنه هو مخلوق وأن الله هو الخالق. Jokainen ihminen hänessä on luotu fitra, siellä on alkuperäinen osa hänen sydämessään, missä hän tietää, että hän on sen luomus ja että hänellä on luoja. الدليل الرابع والأخير. Ja viimeinen tämä neljäs todiste. الشرع الأدلة من الكتاب والسنة. Todisteet Koranista ja Sunnasta, että Allah subhanahu wa ta'ala on olemassa.